لأنه هي يعني أفضل آلة حاسبة هي الإيفال. يعني print eval input آلة حاسبة سطر واحد. هذا آلة حاسبة بسطر واحد. اللي قال تحسبها أي شيء؟ نعم. رقم أو أي شيء؟ أي إشارة؟ مش شرحنا هذا الكلام قبل هيك وكأنه بمر عليكم لأول مرة. تمام؟ هذا استدعاء دالة بلت إن، دالة الإيفال، دالة بلت إن وشرحناها قبل هيك. وإذا أنت ما كنتش مش يعني إذا ما كنتش يعني فكرها روح ارجع لها بالفيديو. سطر واحد هاي أنا حاسب هاي ثلاثة زائد أربعة كيف؟ قصدي انه الليبال انك تعمل آلة حاسبة بالليبال اول مره بس انت ليش تتعلم برمجة؟ خليك مستخدم عادي وخلي بستخدم برامج، ليش تكتب برامج؟ المرة الماضية لما احنا عملنا دالة الابس لما كتبناها ككود حكيت لك نفس الكلام، انت ممكن يخطر في بالك انه طب احنا ليش نكتب الكود تبعت الابس دالة الابسليوت، ما هي موجودة وجاهزة ما نستخدمها. لا، البرمجة بدك تشغل مخك. تمام، تعرف الاشي كيف بتسوى، اذا عرفت تسويه بنفسك خلاص بتصير مبرمج محترف. تمام، ان انا عملت اللي وهي حط اللي بدك اياه، هي 3.5 4.5 زائد 1.3 بدك القسمة، هاي القسمة 3 تقسيم 2 واحد ونص. طب كيف عملناها من فواصل؟ أي فواصل؟ من العملية. لأنه دالة الإيفال هي دالة الإيفال، يعني وكأنه يا جماعة بشرح دالة الإيفال لأول مرة. أنا فاهم. احنا ممكن نعمل دالة الإيفال شو بتسوي؟ تاخذ السترينج تبعك، هذا بتتعامل معاه انه ديجيت، هذا بتتعامل معاه انه إشارة حسابية، هذا بتتعامل معاه انه ديجيت، بتحوله. وبعديها بعد ما تخلص كل هاي الشغلات بتروح تعمل لك ايفالويشن الاكسبريشن، عشان هيك اسمها دالة إيفال اختصارا من ايفالويشن، وبتحسب لك النتيجة وبتطلع لك اياها. يعني هنا انت لو حطيت مثلا 233 تقسيم 5 بياخدش انه 2 لحاله 3، لا بياخد 2 3 3، هذا عبارة عن رقم بحول لك اياه انه 2 هذا في المئات و3 في العشرات و3 في الاحاد، فبيطلع رقم كلي 233 تقسيم 5. تمام، جزئية يعني ايش مفهوم دالة البلت ان؟ مش حكينا انه اكواد جاهزة؟ بالضبط، شغل التقطيع وانه هي تتعرف على انه هذا رقم وهذا عبارة عن عملية حسابية عندي ولا عنده؟ عنده هو، انت بس مجرد ان انت تستدعيه بس جاهز. تمام يا استاذ؟ غير مكانك. تمام، يبقى لو سألتك في الامتحان بدي اياك تعمل لي آلة حاسبة بسطر واحد، تمام، اللي بيجاوبوش بيكون محترف. مش محترف.
استاذ ده اللي فاهم طبعا. انا بدي اوقف الفيديو وادخل اسمك في البلاك ليست.